ستكون هناك كذلك مراقبة يومية للأسعار على مستوى الكفة يوميا. وفي مرة شي مادة غادي تشوف الناس ديالها مش نعرفو علاش نعرفو الخلل فيه ونعالجو. كان خلل بيكون كيس ديما قالو أنا نعرفو نعالجو. كان مبني على شي حد شي جهة شي ديبو إلى آخره نمشيو غادي نوضحو منو غير قصد اللي بغاو شي حاجة سكنة مضاربة في رمضان يخرجها في الملعب راه غادي نوصلو. هذه بحال اللي كتنسى متفشرة راه حتى شي حاجة ما كتخبى في المغرب. إلا كاين شي واحد كيوجد شي فورمولا ديال غير الأسعار رمضان وكيجمع ويبلع السوق من دابا حتى طلع في رمضان كيرجع تفرج عليه ومن بعد كيخرج الشوية إلى آخره مع المواد الأساسية راه كنعرفو الثقلية معروفة ماشي راه ولا حق هذاك الفعل اللي كان واقع هو هذا كان يهوض في الوقت المناسب ويمكن كاع يخرج من الحبة غادي يطلع في دار الحالة الحبة غادي يطلعوا جميع القوية اللي كاينين وسنتأكد من صحة الأثمان وصحة المنتوج والمفرط ديالو والتموين ديالو ديال السوق اللي كيدخل ديبو عالي ما كاينش فيه الديبو دابا المضاربة غادي يجمع الباكاج ديالو ما كان لا عطيه انذار ولا في حساب هو بيعطي الدقائق يعطيها قبل وحده غتبقى تشرب السكر وحده تفكر ديري السكر وتبدا هذا ما عندو يدير معاه انا ولكن عطاك نعرفو عروفين صحاب الفرص ديال رمضان لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار.